أيضا يا أخواننا لابد أننا نجتهد أن نصلي في المساجد. Et aussi, mon frère, il y a des choses qui nous besoin de faire des efforts, qui nous veulent faire sur la masjid. لماذا؟ À cause. لأن معمور أنت بالصلاة في المسجد أصلا. À cause qu'on pense aux gens qui donnent l'ordre de faire sur la masjid. رجل. Un homme. عاقل. Il en a l'esprit bon. بالغ. Il a de la liberté. صحيح الحمد لله معافى. Il a bonne santé, الحمد لله. إذا لماذا لا نراهم في الجماعة؟ À cause de pas avoir de jamaa de masjid. لا يقول أعذار بعضهم يقول بعيد كذا لا هذه أعذار واهية غير صحيحة يا لو يقولوا له الآن مثلا هناك في الشمال يوزعوا مثلا لكل شخص مثلا 1000 روبية والله يمشي والله النبي صلى الله عليه وسلم وفد محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس إلى أن توفاه الله هل ترك صلاة واحدة؟ لم يصليها مع الجماعة؟ حتى في مرض الموت كان حريصا على الجماعة عليه الصلاة والسلام وأوصى قال الصلاة الصلاة أوصى بالصلاة الذي يتخلف عن الصلاة المرأة لأنها تحيض هي لا يجب عليها الجمعة ولا الجماعة نعم لأنها تحيض المرأة أما الرجل لا يمكن يتخلف عن الجماعة يا أخواننا إذا صليت الفجر في جماعة أنت في ذمة الله والله لا أحد يستطيع أن ينالك بسوء والله بسم الله كافي وجيتو تصلي العشاء في جماعة كأنك قمت نصف الليل واجب عليك الجماعة وأجور عظيمة قد يقول إذا لم يأتي بعض الناس إلى المسجد قد يغلق المسجد إذا أنت قد تكون سبب في إغلاق المسجد يقول هذا أحد أنا أقول لك الآن أنت ممكن إذا لم تأتي يغلق المسجد إذا أنت قد تكون سببا في إغلاق المسجد كيف كان حرص الصحابة على الجماعة كان يؤتى بالرجل يعني رجل مريض لا يستطيع يمشي يحمل واحد من هنا واحد من هنا ويأتي الجماعة لا يستطيع يمشي لا يستطيع يقوم لكن يأتي به رجل من هنا ورجل من هنا إلى المسجد لماذا؟ لأنه كان الذي يتخلف عن الجماعة يعدون صلى الله عليه وسلم منافق ليس منافق عادي لا منافق ظاهر النفاق واضح النفاق نسأل الله السلام إذن أنت ترد تكون مؤمن ولا منافق إذن لا تتخلف عن الجماعة أخواننا ولا يصلح يقول هذا هو الإمام أنا لست إمام اليوم لا أتي إلى المسجد لا ليس الجماعة واجبة على الإمام أو المؤذن فقط ليست الجماعة واجبة على الإمام والمؤذن لا واجبة على كل رجل
Ce qui sera déjà mariage obligatoire, c'est l'imam avec muadhin, mais obligatoire de tous hommes de la communauté. Mada tasna? Que vous faites? Ya khista'im billah. ادعو الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء والله فهم والله دعاء عندما يقول المؤذن حي على الصلاة أنت تفتقر من حولك ومن قوتك تقول يا الله لا عون لي إلا بك لا حول ولا قوة إلا بالله نعم Dis la haoula wa la quwwata illa billah n'a pas might to power excepté avec Allah ou Allah fait facile pour moi. La tashab. Pas tardi de dormir soir. لأن الذي يسهر يضيع صلاة الفجر. Akhoya dit mon gars de tard soir pour pas faire salat al-fajr. الذي يحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة هذا مسلم ناجح. Akhoya dit mon gars de la fajr salat al-fajr de jamaa wallahi c'est un musulman qui gagne la réussite. نعم وترى أنت تعرف في بعض المساجد كبار السن هم اللي يحافظوا على الصف الأول والجماعة والشباب لا عندنا أحد كبار السن رأى طالب في الجامعة رأى في الشارع Il a ses mains au suite. قال أنت طالب؟ يجابني وينتيجون؟ قال نعم. دي oui. أنا طالب علم. ما ينتيج كونيسانس. عندي بطاقة. من السيرتيفيكا. قال لكن يا ولدي لا يظهر عليك أثر طلب العلم. من السيرتيفيكا مو ده بتجي وينتيجون؟ بس أغنوا دي بتجي ممكاسون. بينا بعدين سي بتجي وينتيجلو. قال لماذا؟ يجيكوز. هذا هيئة طالب علم. يعني أنا هيئتي هيئة طالب علم شكله شكل طالب علم قال يا ولدي لا أراك في الصف الأول لماذا نرى كبار السن في الصف الأول ولا نرى الشباب هم أقوى منكم ها من أقوى أنتم لكن هم أقوى في ماذا؟ في الحرص على الصلاة. والله